النهاردة في جوهرة التاج لحدائق حيوان أفريقيا، أو بالاختصار حديقة الحيوان في الجيزة. حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان في مصر والشرق الأوسط، بدأ البنى فيها سنة 1863 وانتهى 1878، لكن افتتحت 1891. مساحتها حوالي 80 فدان. أمر بإنشائها الخديوي إسماعيل، وافتتحت من قبل ابنه الخديوي محمد توفيق. أنشئت الحديقة أصلاً بمناسبة افتتاح قناة السويس، وبدأ الأمر فيها كحديقة نباتات لعرض أندر أنواع النباتات من شتى بقاع العالم، وأطلق عليها جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا. احنا دلوقتي في جبلية القلعة اللي انشئت 1867، انشئت بشكل عبقري جدا، مغطي بالشعاب المرجانية من البحر الأحمر، فيها ممرات، فيها تكييف طبيعي، غير كده ممكن صدى الصوت تسمعه عالي جدا من غير أي مكبرات صوت، وكانت مقفولة فقط للتصوير الأفلام. وأشهر أغنية صورت فيها طبعا كان يوم حبك أجمل صدفة، وصور فيها أفلام كتيرة جدا جدا. هي دلوقتي مفتوحة للزوار. مغارة الشمعدان أو مغارة التمني أسسها المهندس سيبوس في عهد الخديوي إسماعيل. المدخل مصنوع من القواقع البحرية، وبتتدلى من سقفها بعض الشمعدانات، عشان كده اتسمت بمغارة الشمعدان. الكشك الياباني تم تصميمه على الطراز الياباني بأمر ملكي سنة 1924 ضمن الاحتفاء بولي عهد اليابان، وهو دلوقتي متحف المقتنيات والصور. المتحف الحيواني، أول ما تسمع كلمة متحف هتفتكر بقى المسير من أحجار معمولة في عصور مختلفة، بس المتحف الحيواني اللي في حديقة الحيوان يديلك تجربة مختلفة تماما، تجربة هتوديك لغابات أفريقيا تغوص بيك في أعماق المحيطات. المتحف الحيواني أنشئ سنة 1906 على إيد مدير المتحف مستر سميث فلور. احنا في المتحف الحيواني. في حاجات في السقف يعني. متحف غاية في الروعة.